وليلقى الضوء أكثر على خطر انهيار سد الموصل، لا سيما بعد دخول العراق تحت خطر التغييرات الجيولوجية والمناخية. ينضم إلينا عبر سكايب من ستوكهولم الأكاديمي والمتخصص في شؤون المياه الدكتور نظير عباس الأنصاري. دكتور نظير، بداية مرحبا بك. شاهدنا الكارثة المؤسفة والمؤلمة، ما حصل لمدينة درنة الليبية وانهيار السد أو انهيار السدود هناك. يعني لطالما الكثير من العراقيين يعني جاء إلى بالهم موضوع سد الموصل، وهناك تحذيرات من منظمات دولية، تحذيرات من متخصصين دوليين، لا سيما في عام 2016 نتذكر دائما يعني تحذير السفارة الأمريكية لرعاياها بمغادرة المكان في غضون 4 ساعات. هذا الكلام جاء يتردد الآن. يا ترى وزارة الموارد المائية تطمئن المواطن العراقي، تقول إن هذا السد آمن، كيف تقيم طبيعة سد الموصل الآن؟ هل يا ترى يعني ما قيل عن أخطاء في إنشائه واردة الذكر خلال هذه الحادثة الأليمة المؤسفة في ليبيا؟ نعم، مسألة ليبيا تختلف عن سد الموصل. بالحقيقة قبل يومين كان هناك حوار على محطتين أمريكية حول انهيار السدين في ليبيا. هاي السدين في ليبيا صار لها أكثر من 10 سنين ما بيها صيانة ولا أي فحص، فالوضعية تختلف. بالنسبة لسد الموصل اللي ذكرتوه صحيح، وتحذير السفارة الأمريكية 2016 إجا بعد أن احتلت داعش سد الموصل سنة 2014 ولو لمدة أسبوعين، لكن خربوا كل المكائن والمهندسين والفنيين كلهم تركوا منطقة السد، فكان الخطر كبير جدا. بعد ذلك شركات إيطالية والمهندسين الأمريكان في الجيش الأمريكي الـ US Corps of Engineers عملوا على إجراء صيانة أحد البوابات اللي كانت لا تعمل في ذلك الوقت وعمليات تحشية. لكن لازم نقول الحقيقة واضحة، احنا اني اول واحد اشتغل على سد الموصل سنة 86، من بدت المشكلة سنة 86، ونشرنا انا ومجموعة من الاخوان كتابين، واحد باللغة الانجليزية والاخر بالعربية، حول مشكلة سد الموصل، وقمنا مؤتمر مع المنتدى ايضا مؤتمر على سد الموصل، وجبنا احسن 10 خبراء في العالم من السدود. سد الموصل تتلخص مشكلته انه هناك اخطاء بالتصميم، فلذلك صار رشح من قاعده السد. وعمليات التحشيه هذه صحيح مستمره لمده 24 ساعه 3 شفتات في اليوم، وهناك اجهزه مراقبه دورية يوميا المهندسين والفنيين يقروها، لكن لا يمكن أن نرفع كمية المياه المخزونة عن مستوى 319 متر. المفروض أنه المستوى التخزيني للمياه 335، يعني بحدود ارتفاع عمود الماء يكون 88 متر، حاليا لا يمكن رفعها أكثر من 72 لتفادي مشكلة انهيار السد. فأنا أعتقد أنه إذا ما دام هذه الأمور موجودة، يعني المراقبة الدورية اليومية، زائدا عند حدوث يعني أمطار كبيرة جدا من الممكن التنبؤ بها، المفروض الليبيين كانوا يعرفون متى تقع هذه المشكلة، والمفروض كان أنه يفتحون بوابات السدود لتصريف أكبر كمية من المياه حتى يتفادون هذه المشكلة أو يقللون الأضرار. اللي تفضلتوا بتحذير السفارة الأمريكية وغيرها من المنظمات، هذه كلها إذا كان ارتفاع منسوب المياه في خزان السد 335، لكن أنا قلت هسه ما يقدرون يرفعون المنسوب أكثر من 319، فلذلك الأضرار صارت لا سمح الله هواي أقل. لكن
إذا بالإدارة الرشيدة لسد الموصل من الممكن تفادي أي مشكلة. فالمفروض أنه يقدرون يعرفون قبل حدوث العاصفة المطرية، يفتحون بوابات السد ويصرفون أكبر كمية من المياه لتفادي انهيار السد. أستاذ نظير، طبعا وزارة الموارد المائية يعني تعتبر أن السد الموصل هو سد آمن لأن ثلثي السد فارغ حاليا بسبب شح المياه، هذا أمر يعني ذكرته، يعني ولو أن هناك تصريح لوزير الموارد المائية يعني فيه نوع من التناقض، يعني حذر من موجة فيضانات ستجتاح العراق. لا نعلم يعني إذا كان السد يعني ثلثيه فارغ، يعني ألا يستوعب أي زيادة بمنسوب المياه مستقبلية؟ لا، يعني قلنا احنا مجلس السدود العالمي بوقتها انصرف المشكلة، وصار اجتماع اني لقيت به محاضرة حول المشكلة، وكانوا الاستشاريين السويسريين اللي هم صمموا السد موجودين، والمقاولين الشركات الألمانية والإيطالية أيضا موجودة. ووقتها كان السيد وكيل وزارة الري الله يرحمه الأستاذ خضر كان موجود أيضا، وعلى أساس المناقشات اللي جرت تقرر أنه تكون عمليات تحشية مستمرة 24 ساعة من ذلك الوقت، وعلى أساس أنه منسوب المياه ما يرتفع أكثر من 319. فالمرة الوحيدة اللي الوزارة رفعت المياه مترين أكثر من 319 قبل كم سنة لمدة يومين ورجعوه، لأنه ما أكو أحد من المهندسين من الممكن أن يجازف هذه المجازفة لأنه تسبب انهيار السد. فلذلك إذا صارت عاصفة مطرية كبيرة المفروض أنه يعرفون هم بها، لأنه من الصور الفضائية المفروض يعرفون بها متى راح تصير وتوقيتها بالضبط. فلذلك لازم يصرفون أكبر كمية ممكنة من المياه حتى تستوعبها، حتى يعني خزان السد يستوعب الكمية الجديدة نتيجة العاصفة المطرية، بعكسه راح تصير مشكلة لا سمح طيب الله. أستاذ نظير، ظاهرة النينيو المناخية تحدثت عنها كثير من يعني مجددا خبراء تحدثوا عن هذه الظاهرة، هناك ربما ظواهر جيولوجية ومناخية غير مسبوقة سيتعرض لها العراق. ماذا لو افترضنا أن هناك ما لم نتوقعه قد يحصل، يعني لم يكن أحد يتوقع ما جرى في ليبيا، لم يكن أحد يتوقع ما جرى في، هل ممكن أن يعني هل يتحمل سد الموصل أي تغييرات طارئة غير متوقعة؟ أخي العزيز، ماكو شيء يجي يحدث فجأة، صار لنا 12 سنة نتكلم عن هاي الشغلة، خاصة بالعراق. يعني أنا في كثير من المؤتمرات سواء داخل العراق أو خارجه، وعديد من البحوث نشرتها وقلت أنه صحيح إحنا أجرينا تجارب على معدلات هطول الأمطار إلى نهاية هذا القرن، صحيح الأمطار تقل، لكن حذرت أنه في بعض الأحيان راح تجي أمطار شديدة في فترات قصيرة وتسبب فيضانات، وهذه مشكلة كبيرة، وصارت قبل كم سنة في محافظة ميسان وواسط، وقبل سنتين صارت في أربيل أيضا، وقبل فترة قصيرة صارت باسطنبول، وهاي السد نحكي على ليبيا أيضا صار نفس الشيء. هذا معروف، لكن المفروض أنه الوزارة المعنية تعرف شو تتخذ إجراءات حتى تتفادى هذا الخطر وتقلل من الأضرار. فبالنسبة لسد الموصل المفروض هم يعرفون إذا أكو موجة مطرية راح تجي كبيرة جدا، المفروض يعرفون بها قبل حدوثها، لأنه التقنيات الفضائية حاليا ممكن تقول لك بالضبط متى تحدث هذه الحادثة. فلذلك هم المفروض يستعدون قبلها ويصرفون أكبر كمية ممكنة من مياه الخزان سد الموصل حتى لا يرتفع أكثر من 319 ويتفادون مسألة انهيار السد. شكرا جزيلا. من ستوكهولم الأكاديمي المتخصص في شؤون المياه الدكتور نظير عباس الأنصاري، شكرا جزيلا لكم.